كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. بعدين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. بعدين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. التوبة شغلة كبيرة يا أيها الإخوة، توبة العبد إلى الله. أنا أكثر من مرة ذكرت فعلا منظرين هدول بيمتلكوا مجامع فؤادي. مظهر حاكم رئيس دولة، بتسمي ملك، بتسمي رئيس، بتسمي رئيس جمهورية، مثل ما بدك، طاغي وباغي ومرتكب عاكف على المحرمات. طلعت هيك وإذا به تائب إلى الله، متنسك متبتل بين يدي الله عز وجل. هالمنظر هذا، المنظر هذا، هذا بيذوبني. كيف كان وبعدين كيف صار؟ والصورة الثانية إنسان مسرف على نفسه، أتبع نفسه وهواها ومرتكب وكل شيء ومحرمات وفواحش وشرب وقتل وإلى آخره. أنظر إلى وإذا هو في الصف الأول، نعم، يذكر الله، ملتزما بأوامر الله، مبتعد عن نواهيه. هذا هو المنظر الثاني الذي يطربني والذي يعني يجعلني أذوب فرحا وطربا بهذا المنظر. ولا غرابة، مو الحديث الصحيح المتفق عليه، نعم، لله أفرع بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام نومة واستيقظ وقد ذهبت راحلته وأرض مقطوعة، فطلبها إلى أن اشتد عليه الظمأ والحر، فقال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده، هكذا يقول رسول الله، واستيقظ وإذا براحلته عنده وعليه طعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من فرحي هذا براحلتي. فالإنسان يدعو إلى الله على بصيرة، لكن بهذا السائق يدعو. نعم، نتابع إن شاء الله تفسير هذه الآيات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من عبادك المتطهرين. آمين. واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. الذين أرضيتهم ورضيت عنهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك نبي الرحمة يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. يا رب أعد فرحة الأمن والسلام إلى ربع شامنا. يا رب أدخل فرحة الأمن والسلام إلى قلوب عبادك البائسين، إلى قلوب عبادك المكروبين، إلى قلوب عبادك الحزانة يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد وبحبه لك إلا استجبت دعاءنا. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين وبحبهم لك إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وسطنا أكف الضناعة إلى سماء رحمتك لا تردها خائبة يا رب. يا رب عجل بالفرج بعد هذه الشدة. يا رب يا رب يا رب, يا رب.
يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عجل عجل باليسر بعد هذا العسر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.